السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا اليوم هي أكلة البرياني. طبعا مكوناتها الكل أكيد تعرفها، بس أنا حبيت أنه أبينها اليوم نظرا لطلبات بعض المتابعين. مكوناتها عندي هنا دجاج مقطع حسب الاحتياج التي تحتاجه. هنا أنا عندي بصل مقطع، نص بصلة أو بصلة صغيرة. هنا أنا عندي كشمش أو زبيب، هم منقعته وشوية بمي حار. هنا عندي مجموعة من البهارات، طبعا أهم شيء هو بالبرياني عندي الهيل المطحون، يعني هذا كلش ضروري بهاي الطبخة، يضيف نكهة طيبة. هيل مطحون تقريبا ملعقة كوب. هنا أنا عندي زنجبيل مطحون تقريبا ملعقة صغيرة. هنا أنا عندي كمون، هذا هم أيضا جدا ضروري، ملعقة كوب. هنا أنا عندي فلفل حار أسود ملعقة صغيرة، يعني كل شيء يعني كمية قليلة. هنا أنا عندي كركم، وهنا أنا عندي دارسين تقريبا ملعقة كوب. هاي بالنسبة اللي يعني أضيفها ويا شعرية. هنا عندي كمية من الشعرية حسب احتياجكم، تقريبا هنا يطلع عندي كوب أو كوبين من الشعرية. هنا عندي بوتيتا مقطعتها على شكل دوائر، وبصل على شكل شرائح. هنا عندي هاي طبعا خلطة أضيفها للدجاج. هنا لمن دوزي أو ملح الليمون ملعقة كبيرة من الملح. هنا عندي كركم ملعقة كوب. هاي همتين أضيفها لخلطة الدجاج. عندي هذه طبعا هي بهارات خاصة لتتبيل الدجاج. وهنا عندي ثوم مطحون تقريبا ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة. وهنا عندي تقريبا ملعقة أكل كبيرة من الكزبرة المطحونة أو اليابسة. هذه طبعا هنا عندي مكعبات من البوتيتا مقطعتها، هاي بعدين أبين لكم يعني شلون تفصلها. وهنا أنا أخذ كمية من المكسرات أو اللوز حسب أنتو يعني رغبتكم. وهنا أنا أخذ كمية من صبغ اللوزينة أو أي صبغ متوفر، صبغ طعام متوفر عندكم باللون الأصفر. هسا أول شي راح أبدي أخذ أتبل الدجاج، أضيف له مندوزي والملح، أضيف له هنا أنا عندي الثوم المطحون بدرشة خفيفة، عندي هاي البهارات البابريكا الباردة الله يخليها للأفخار. هنا هاي كزبرة يابسة هي طبعا تعطي نكهة للدجاج. هنا أنا عندي آخر دبس الفليفلة، ملعقة كبيرة آخذ خيار، وأبدي أدمجهم كلهم سوا بهذا الشكل. بس بعد ما أكمل التتبيلة راح أغطيه بهذا السيليكون وأخليه بالفرن على نار متوسطة، تقريبا يستغرق من ساعة إلى ساعة ونص على نار متوسطة. تخلوها نار قوية حتى ما يحترق يعني وما يستوي من الوقت. بس راح أخليها بالفرن وأرجع لكم. بس بعد ذلك التمن عندي أنا أخلي هنا مي حار وأضيف له ملح، أضيف التمن هنا لي. خلي ملعقة كبيرة من الملح، طبعا هيل مطحون هذا يعطي نكهة جدا يعني طيبة للتمن أو الرز. وأضيف له صبغ اللوزينة أو صبغ اللون الطعام يعني هذا لون أصفر. أما
اما زعفران اذا متوفر عندكم هم يصير، واحد من عندهم اما هذا او هذا، اما تخلون صبغ اللوزين او زعفران، واذا تحبون كركم هم يعني يصير. هسه بعد مرور تقريبا 8 دقائق استوى عندي التمن او الرز، راح اصفي المي من عنده. هسه نترك على النار هذا تقريبا مدة 10 دقائق، وحتى ان يكتمل بعد ذلك نكمل نرجع لكم بقية المراحل. وبهذا الشكل أصبح هذا الشكل النهائي، إن شاء الله إن ولد رضاكم وعجبكم. طبعا هاي الوجبة تصلح كوجبة غداء، إن شاء الله تنول رضاكم. نهاية الحلقة، استودعكم الله في أمان الله، وأن لا تنسون دعم قناتي باللايكات ومشاركة الأصدقاء. في أمان الله.